السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الإخوان كما كتشوفوا الفيديو تنقدموا نبات اليمنى، كذلك نبات الأزولا الدواجن. الطريقة اللي درنا الإخوان هي أننا كنزو واحد الكمية تقريبا 50% كنزوها من نبات الأزولا، وكذلك واحد نسبة أخرى من نبات اليمنى كما كتشوفوا. تنقوموا بخلطهم مع العلف، ممكن نعطيهم مباشرة بوحدهم الإخوان، وممكن نعطوهم مع العلف. غير الا عطيناهم بوحدهم كنعاودو نعطوهم وجبة اخرى اللي هي فيها العلف. الا خلطناهم راه كنخليوهم ياكلو مباشرة كما كتشوفوا الاخوان. كاين الازولا الاخوان، وكاين نبات اليمنى، وكاين العلف اللي كنعطيهم ديالهم الخاص بهم. اللهم بارك. كتشوفوا الاقبال الاخوان ديال الدواجن راه كياكلوه. الطريقة هذه كنفضلها الاخوان، خلط الاعلاف مع الازولا كنفضلها الاخوان، ما تخليهم ياكلوا كل شيء الاخوان، لا العلف ولا حتى الازولا. وكنخفضوا عليهم تكلفه العلف الاخوان، وفي نفس الوقت الدجاج كياكل تياكل واحد الاعلاف اللي هي خضراء كترفع عليه المناعه. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.